وللحديث أكثر عن ملف دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية والانتخابات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أهلا بك معنا سيد شاهو. مرحبا، تحياتي لكم. أهلا بك سيد شاهو. بداية، كيف تفسر إقرار الأمم المتحدة بمختلف ممثلي بعثاتها بتفشي المحاصصة والانقسام الطائفي والانفلات أيضا الأمني في العراق، ومع ذلك تشدد على ضرورة دعم هذا النظام السياسي عبر الانتخابات منذ العام 2005؟ ما المغزى من ذلك؟ طبعا هناك فرق كبير بين التركيز على إجراء الانتخابات لأجل الانتخابات كتثبيت عملية ديمقراطية شكلية، أو بين تحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق الإرادة الحقيقية للمواطنين. طبعا الأطراف الدولية وخاصة بشكل كبير الأمم المتحدة وباقي الأطراف الدولية حتى الدول القوية تركز على إجراء الانتخابات كإجراء شكلي حتى تؤكد أن هناك ديمقراطية، حتى لو كانت شكلية، حتى لو كان محتواها عبارة عن سلاح منفلت وميليشيات وفوضى كبيرة وعصابات مسلحة، إلا أنها تركز على إعطاء الشرعية لهذا النظام عن طريق هذه الانتخابات الشكلية. وبالتالي إجراءات الأمم المتحدة أيضا، اعترافاتها المستمرة بأن هناك أخطاء، بأن هناك فساد وفوضى وأيضا إفلات من العقاب، لا تتوافق مع هذه التأييد لعملية نحن كنا ننتظر على الأقل يتم إبعاد السلاح المنفلت، يتم إبعاد الميليشيات، بينما نرى أن أسوأ ميليشيا مسلحة كتائب حزب الله أصبح لديها حركة وتشارك في الانتخابات، بمعنى أن البرلمان القادم سيكون مرتعا لهؤلاء، وهذا خطر كبير. نحن رأينا أن الانتخابات السابقة التي نجحت الكثير من الميليشيات في الدخول للبرلمان كانت نتائج مشوهة وتسببت بما حصل من أحداث أكتوبر، وبالتالي هذا يعني ارتكاب نفس الأخطاء، والعالم يرى هذا الأمر دون أن يكون هناك إعطاء لمعالجات حقيقية جذرية للمشكلة. نعم سيد شاهو، إذا ما قيمة هذه الاعترافات من قبل الأمم المتحدة بوجود عمليات تزوير، ويعني بأن الانتخابات ليست يعني واضحة تماما؟ طبعا هناك ضغوطات، هناك مطالبات. نحن نتذكر أنه منذ أحداث تشرين كان هناك شكوك حول حتى تحركات ممثلة الأمم المتحدة في العراق، تحركاتها وأيضا خطواتها ولقائها مع المسؤولين، وليس فقط المساهمين بل المتورطين بعمليات القتل والانتهاكات بحقوق الإنسان. يعني بدل أن يكون هناك محاولات لفرض العقوبات عليهم، كان هناك جلوس معهم، وكان هناك معلومات عن دور الأمم المتحدة في التفاوض مع هؤلاء في كدور وسيط، وبالتالي هذه الممارسات لا تتوافق مع الشعارات التي ترفع بأنه هناك تأييد لحقوق الإنسان، وهناك تأييد لمطالب المتظاهرين، وهناك تأييد لمطالب الحقوقية. ولكن بسبب الوعي الذي حصل عند المواطنين وأيضا إدراكهم بهذا الأمر وتساؤلهم وتكرارهم لهذا التساؤل، أين دور الأمم المتحدة، أين دور هذه المنظمة التي من المفروض أن يكون لها دور مساند للعراقيين وليس مساند للطبقة السياسية، فهذه البيانات تخرج. أما فعليا أتوقع أنه ليس لديها تأثير كبير، لأن من لديه ذراع مسلح، من لديه سلاح ميليشياوي لا يعترف بهذه البيانات، هو يهتم بتحقيق مصالحه ونفوذه، وما دام لا يوجد تحرك دولي جدي ضدهم فهم لا يكترثون بالبيانات حتى لو كانت هناك عشرات البيانات التنديد والاستذكار. ورأينا أن خلال الفترة الماضية يعني كان هناك تجربة حقيقية بأن لا هذه الميليشيات لا تكترث، وهذه الأطراف السياسية لا تكترث في التنديدات والاستنكارات الدولية لتصرفاتها. نعم، في شهر كانون الثاني من هذا العام زارت بلاس خارت إيران كما تعلم، وبحثت مع علي أكبر ولاية مستشار خامنئي الانتخابات المقبلة في العراق. يعني السؤال هنا، هل تعد هذه الزيارة السابقة اعترافا ضمنيا أمميا بدور إيران الحاسم لربما في الانتخابات برأيك؟ بلا شك هذا اعتراف ضمني واضح بأن الإيرانيين لديهم التأثير والنفوذ الأقوى في الساحة العراقية في كل الملفات، وخاصة في ملف الانتخابات الذي يجب أن يكون ملفا عراقيا بحتا، يعني لا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي في هذا الملف.
وبدل أن يتم تثبيت هذا المبدأ، تثبيت مبدأ منع التدخل الخارجي، يتم تأكيده عن طريق هذه الزيارات، وبالتالي يزيد الشكوك، لأن المواطنين عندما طالبوا بانتخابات جديدة طالبوا بها بتغيير قواعد اللعبة بالكامل، أن لا يكون هناك أيادي لا خارجية ولا أيادي للفاسدين ولا للميليشيات تتدخل في العملية. إذا تكررت نفس الأمر فهذا يعني نفس النتائج تكون أمامنا، وبالتالي لا يمكن التأويل كثيرا على هذا الأمر. وللأسف التأثير الإيراني أيضا موجود بشكل قوي عن طريق أطرافها الذين يمتلكون المال والسلاح المنفلت، وأيضا يستخدمونه للوصول إلى أغراضهم، ويقومون بتهديد واستخدام كل الوسائل واستغلال منع او يعني فقدان الخدمات في الكثير من المناطق، يستغلون هذا الامر لاغراء المواطنين وخداعهم بالوعود والتعهدات، ولكنهم لن يحققوا شيء في النهايه. نعم سيد شاهو، هناك يعني سؤال يطرح ذاته هنا، ما الذي تقدمه هذه الطبقه السياسيه الفاسده للامم المتحده حتى تحظى بكل هذا الدعم والصمت؟ يبدو أن هناك توافقات في النظام الدولي لدعم النظام الحالي في العراق، لأنه حتى مع تظاهرات تشرين كان هناك فرصة كبيرة للتغيير، ولكن الطرف الدولي منع هذا التغيير وقام بإعادة بناء السلطة من جديد بصورة أو بأخرى، طبعا عن طريق الأدوات الموجودة على الساحة العراقية منها منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي هناك إرادة دولية لبقاء هذا النظام، لأن هناك مصالح. نحن نعلم أن الساحة العراقية أصبحت ساحة للصراع ولتصفية الحسابات، وكل طرف يريد أن يضمن حصته من الكعكة سواء داخليا وخارجيا، وبالتالي من مصلحتهم، من مصلحة هذه الأطراف أن تبقى هذا الأمر، يعني هذه الدولة الضعيفة، هذه الحكومة الضعيفة تبقى كما هي حتى تضمن مصالحها، لأنه في حال وجود دولة قوية قادرة على تجسيد إرادة المواطنين لن تسمح بهذا الأمر، وتركز على تحقيق مطالب المواطنين الحد الأدنى منها، وبالتالي هم يعرقلون إلى الآن أن يتحقق هذه الدولة التي يحلم العراقيون برؤيتها مستقبلا. نعم، يعني إذا كان كما ذكرت المجتمع الدولي والأمم المتحدة داعمين لهذا النظام السياسي الفاسد في العراق رغم إثبات فشله، إذن ما هي الطريقة للخروج من هذه الدائرة، من دائرة الفساد والانتخابات المزورة، ويعني هذه الدائرة التي يعيشها العراقيون؟ بلا شك أن أحداث تشرين كانت بداية جديدة، كانت بداية مختلفة، كانت تجاوزا للأطر الطائفية والأطر المحافظة التي كانت تحاول الطبقة السياسية أن ترسمها أو تجعل العراقيين في خنادق مختلفة حتى يكونون أعداء لبعضهم البعض. المشروع الكبير هو مشروع زيادة الوعي، لأن هناك نسبة كبيرة من الجهل، وهذا الجهل يستغله السياسيون للتأثير على المواطنين، لنشر الفتنة والخوف عندهم ومواجهة بعضهم البعض، وبالتالي تقسيمهم وإضعافهم. يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على المشاريع المشتركة، وأيضا تجاوز العناصر التي تؤدي إلى التفرقة، والتي يغذيها الطرف السياسي، الفاعل السياسي يغذي هذه العناصر حتى يفرق المجتمع ويضعفه. إذا تم تجاوز هذا الأمر فإنه مستقبلا من المؤكد أنه سيتبلور مشاريع جديدة، وأيضا سيتبلور رؤية جديدة لدى العراقيين، سيكون بإمكانهم أن يروا التغيير الذي يحلمون به مستقبلا. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.